لكل مستثمر يبحث عن عوائد مجزية تحقق له عنصر الأمان والاستقرار، إضافة إلى أرباح مرتفعة تضمن له عوائد استثنائية لا تتأثر بالتضخم. تقدم إنفستجو مشروعا زراعيا جديدا فريدا من نوعه بالتعاون مع شركة أجروفالي للاستثمار الزراعي، مشروع جنة الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي عن طريق إنشاء مزرعة لزراعة أشجار التوت في مركز بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، والذي يتنوع إنتاجه فيه شرانق الحرير الطبيعي، خيوط الحرير الطبيعي، ثمار التوت، المشروم المحاري. يدخل الحرير في عديد من الاستخدامات الصناعية وتجارية، ومن خلال الدراسة التي قامت بها شركة أجروفالي فإن السوق المستهدف يشمل مصانع ومشاغل السجاد اليدوي، غرفة الصناعات اليدوية الحرفية، السوق المصري بكل المحافظات، أسواق التصدير. لماذا الحرير؟ استثمار في الأرض الزراعية التي تزيد قيمتها بمرور الوقت، قلة الإنتاج الحالي على الحرير الطبيعي والطلب الكبير عليه، السوق المستهدف كبير ويدخل في صناعات مختلفة، استثمار بعائد مجزي يصل إلى 30% بعد أول سنة من الزراعة، تعدد الأسواق سواء المحلية أو العالمية. لماذا أجروفالي؟ فريق متكامل من المهندسين والباحثين والفنيين والعمال بالتعاون مع مراكز بحثية متخصصة، خبرة الشركة السابقة في الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير الطبيعي، عائد استثماري مجزي ومتميز مقارنة بغيره من المجالات، تخصص الشركة في مجال إنتاج وحل الحرير الطبيعي، الاستثمار ممتد بعقد طويل الأمد لمدة 25 عاما، دعم الحكومة المصرية لهذه الصناعة من خلال تخصيص 200 فدان للشركة لزراعة شجر التوت. تحرص شركة أجروفالي على تقديم أفضل الفرص الاستثمارية لشركائنا ودعم الاقتصاد القومي من خلال زيادة صادرات مصر الزراعية، وخصوصا التوسع في زراعة التوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، وتقديم منتج منافس في السوق العالمي. أجروفالي، شراكة مثمرة نحو مستقبل آمن.